خليلي، عندي مشروع مطرزات. أنا ست بيت، اسم مشروعي ديما للمطرزات. بديت مشروعي بسنة 2000، كانت هي انتفاضة، وكمان كانت هي هواية بالنسبة لإلي بديتها. بعدين بتعرفوا وضع الانتفاضة ووضع الحالة الاقتصادية، هي خلتني اندفع إني أشترك في معارض، وكان أول معرض لإلي بال2003. هلأ بال2003 لقيت إقبال كتير من الناس وعجبوا كتير بشغلي. أنا كان شغلي كيف القطعة اللي شغلتها لإلي بشكل خاص في بيتي يعني. فلما أخذتها كلها على المعرض والناس كتير حبوها، والحمد لله من وقتها لهلأ الحمد لله إقبال الحمد لله تام عندي. يا الله عليها خفة الدم ويلي يما، يا الله يا ميني كل أبوي، يا الله يعطيني لابن عمي ويلي يما، يا الله يا أبو الحيط البيضة، يا الله عليها خفة الدم ويلي يما، يا الله يا ميني كل أبوي. بعمل القطع وكأنها إلي بشكل خاص، ما بشتغل إشي تجاري، دوما شغلي اللي هو بخيطان مميزة اللي هي دي ام سي. بختار الماتيريال اللي كمان اللي الفتاة لما او الست لما بتقتني هاي القطعة هي بتكون طبعا سعرها مش اشي رخيص التجاري او الصيني اللي موجود في البلد، فعشان هيك انها بدها تدوم عندها عدة سنوات. فبكون يعني مختارك حتى الالوان، تنسيق الالوان كله هذا اختياري. ما قدرت اني اقول لك افتح محل مش عشان القدرة المالية فقط، بس إنها إنك تتركي ست البيت، لما هي تترك بيتها وتخرج رح تهمل تلقائي في موضوع أولادها وبيتها. فعشان هيك أنا حبيت أتمني في بيتي، ومين ما إجا عندي يعني زبايني إلهم عمر وبيجوا عندي وعارفين موقعي وكأنه محل. في أي وقت أي جمعية بتعمل معرض في البلد، أي نشاط، فالحمد لله كرتي عندهم وبدعوني لهذا النشاط عندهم. هلأ عندي أنا طبعاً كل أشياء تتعلق بالتطريز، اشتغلت من أي قطعة من الصغيرة اللي هي الميدالية للجزادين مشكلة، دخلت الصاية في شغلي، دخلت المخمل كمان، دخلت كمان التواب القديمة. يعني اشتغلت مش بس بالتطريز اليدوي اللي إحنا نشتغله، كمان كنت أجيب تواب قدمة وألوان حلوة تبعتهم وأصقصهم وأشتغل فيهم، وطبعاً أنسق لهم الصاية، أنسق لهم المخمل، عساس كل قطعة تكون يعني متناسقة مع بعض لما أخيطها. اشتغلت مري، صواني، علب محارم، شالات. هلأ الصعوبات في التطريز إنه الإقبال الحمد لله إحنا ما منقول إنه 100% لسوء الحالة الاقتصادية اللي عندنا طبعاً، لأن الناس هي بتحب إنها يكون عندها قطع تطريز، بس الوضع الاقتصادي ما بيسمح. فممكن الوحدة بدل ما إنها تاخد توب مثلاً، توصي على توب، ممكن توصي على عباية، على بانشو مثلاً زي أنا اللي لابسته هذا مثلاً. أنا قصيته من توب قديم وأنا خيطته ولبسته، يعني إنه سعره بتمه أبسط، وكمان إنه إشي كمان إنه يعاصر الموضة، لأنه الناس اعتادت على التواب وما بيقدروا زي ما قلت لك الكل إنه يكون عنده توب. يعني هذا مرة في العمر الواحدة لإنها يعني تقدر يكون عندها توب. لازم يكون كل ست عندها قطعة ولو بسيطة في بيتها، إنه هذا حفاظاً على تراثنا الفلسطيني اللي عم بسرقوه وعم بزول شوي شوي. طبعاً أنا بنصح كل الستات بدل ما إنهم تمها الست يعني عفواً مش مستغلة وقتها وكمان عندها ملل، إنها تستغل وقتها بإشي فن حلو لإلها،
وكمان إنها يكون عندها ولو مدخول يعني دخل مادي ولو بسيط تسد احتياجها الشخصي فيه، فهو بتكون إعانة لزوجها ولبيتها، وبنفس الوقت بتلبي احتياجها هي الشخصي وبتعين بيتها وبتقضي الوقت هذا الفراغ الممل اللي يعني عفواً على الجوال وعلى النت هذا، يعني